للمزيد حول خلاف شركاء العملية السياسية حول تمرير عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة وأيضا تهديد الميليشيات في حال تم تمريره، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني خلافات تضرب ما يسمى بالبيت السياسي الشيعي على تسمية عدنان الزرفي رئيسا للوزراء. رئيس الوزراء المكلف أيضا من جانبه يؤكد أنه ماض بتشكيل حكومته ولن يعتذر عن تكليفه. تعتقد أستاذ حسين أن الخلاف على شخص الزرفي نفسه أم أنه يعني لأنه هو ينحدر من ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي؟ لا يمكن الخلاف على الشخص ذاته، الخلاف على أعتقد على المنهج أو على الكتلة الأخرى. هناك صراع حزبي داخل الكتلة الشيعية وصراع سياسي، لم تعد الكتلة الشيعية تلك الكتلة الصلبة، ولم تعد الكتلة أي كتلة شيعية اليوم تمثل المكون الشيعي بكامله كما كان الائتلاف، وبدأت الكتلة الشيعية تتصدع شيئا فشيئا منذ 2003 إلى الآن، إلى أن أصبحت لجنة سباعية، وهذه اللجنة السباعية لا يمكن أن تجتمع على مرشح واحد بالإجماع. لهذا أعتقد الأزمة طويلة داخل المكون الشيعي وستعكس سلبا أيضا على الشارع العراقي. تعتقد أستاذ حسين أن الخلاف ربما عكس ارتخاء قبضة إيران على هذه الأحزاب؟ والله أعتقد هناك رفض للمشروع الإيراني من داخل المكون الشيعي، وبعض الساسة أدركوا ذلك، أنه اليوم ما عاد المشروع الإيراني مقبول داخل الساحة العراقية وخصوصا في المنطقة الوسط والجنوب. لهذا السبب هناك تغيير، فهذا التغيير هو سياسي، وأعتقد يحتاج إلى الدعم الخارجي حتى يكون لهذا التغيير أثر، ودعم أيضا داخلي من قبل القوى العراقية، لأن المشروع الإيراني يمثل خطر كبير على الهوية العراقية وعلى الدولة العراقية عموما. مصادر برلمانية تقول إن الاجتماع الذي تم عقده في منزل هادي العامري أكد رفض الزرفي، لكنه في نفس الوقت لم يطرح أسماء بديلة. إلى أين تدفع الميليشيات بهذا الرفض رغم عدم وجود شخصية بديلة عن الزرفي؟ يعني هي الميليشيات حقيقة في ورطة سياسية، لأنها لا تتقن العمل السياسي، فقط تتقن القتل والسرقات والمال وإلى آخره. اليوم يريدون حكومة ضعيفة هزيلة لكي يتلاعبوا بها، وهذا ما عاد يكون مقبول. اليوم هناك داخل المكون الشيعي من يرفض المشروع الإيراني، والميليشيات في ورطة لأنها هي جزء من المنظومة الإيرانية وجزء من مشروع تصدير الثورة، فهي في ورطة كبيرة، وخاصة الرفض لم يأتي من المكون السني أو المكون الكردي بقدر ما هو من المكون الشيعي. نعم. الذي يعتبر عمقه استراتيجي. فالمشكلة معقدة جدا، وأعتقد نحن مقبلين على صراعات داخل المكون الشيعي من أجل السلطة ومن أجل الولاء لإيران. هذه هي أصل الصراعات ما بينهم، وليس من أجل أيديولوجيا أو قضايا فكرية عميقة. لا أستاذ حسين، على ذكر الصراعات، يعني هذا الرفض من قبل الميليشيات، هل يمكن أن يتطور ويذهب باتجاه الصدام المسلح؟ وارد جدا الصدام، خصوصا هناك ضغط إيراني لاستخدام أدواتها، لأن إيران لا تستطيع الدخول مباشرة في أي حرب. هي ما بعد عام 1980 وقتالها مع العراق وحقق العراق انتصار عليها كبير، تجنبت إيران أي صراع بالمباشر وبالأصالة، فبدأت تدير المعارك كلها بالوكالة. فأعتقد ستدفع إيران وكلاءها إلى الصدام مع من يعارضهم، وخصوصا هم من الميليشيات ومن حملة السلاح. فأعتقد الصدام وارد جدا، والصدام عادة ما يكون شيعي في المستقبل إذا ما استمرت هذه الأزمة. أستاذ حسين، هناك أحاديث متداولة عن أن الزرفي بحاجة للحصول على أغلبية شيعية قبل الحديث مع بقية المكونات. هل نفهم من هذا الطرح أن تلميح ربما يكون بتهميش باقي الكتل لا سيما السنية والكردية؟ هو المكون الشيعي يهمش جميع الكتل. نعم. المكونات الأخرى سواء الأقليات غير المسلمة أو العرب والسنة والأكراد، لا الأكراد لديهم خصوصية في موضوع الإقليم. نعم. اليوم الزرفي ليس لديه أقلية شيعية كما تدعم الميليشيات، وإنما اللجنة السباعية عندما استمعت كان هناك أغلبية بسيطة للزرفي تؤيده، ومن ثم رشحه برهم صالح، كلف برهم صالح. اليوم يتكلمون عن الإجماع، ما عاد هناك إجماعا شيعيا،
ما عاد هناك اجماع وما عاد هناك جهه سياسيه تمثل المكون كاملا، وهذا ايضا يجرنا الى المكونات الاخرى التي ايضا الجهات السياسيه لا تمثلها. اليوم ما يوجد من يستطيع ان يتكلم باسم السنه، ولا يستطيع احد ان يتكلم باسم الكرد كامله كاي كيان سياسي. فاعتقد الازمه السياسيه هي نتيجه النظام السياسي الذي اوجده الاحتلال ما بعد 2003، جعل من اي قوه سياسيه ان تتكلم باسم المكون كاملا، وهذا الامر مرفوض. اول من رفضه هي المكونات، ولكن تاخرت المكون الشيعي في رفض هذا الاسلوب. اخر من رفض هو المكون الشيعي، انه القاده السياسيين لا يمكن ان يمثلونهم بسبب ولاءهم للخارج وبسبب الفساد الذي استثرى في الدولة العراقية، مما جعل الدولة تفقد مقوماتها وأصبح السائد في العراق هو مشروع اللا دولة. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.